شباب نعتقد ان الدولة المدنية هي الحل، هي دولة المؤسسات، هي دولة الدستور، هي دولة القانون، هي الدولة التي تمنع زج الدين بالسياسة، هي الدولة التي تحمي الدين من السياسيين، هي الدولة التي تمنع من ان يستغل السياسيين الدين لمنافعهم الشخصية. هذه الحملة ما جاءت اعتباطيا ولا جت من فراغ، نتيجة موجة الاحتجاجات اللي حدث في البلد منذ 31 تموز 2015، وكان شعارها الأساسي مطالبة بالدولة المدنية. وهذه حملة مستمرة لغاية يوم الشباب العالمي اللي راح تتوج بختامها عبر فعالية تقام في بغداد. شكرا جزيلا.